اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. هنعمل النهارده ستيك مشوي بخلي تفاح، وهنعمل كور جبنه بس مسكره. تعالوا نشوف الستيك هيحتاج ايه. احنا هنا جايبين 5 شرايح ستيك، بتبقى بنقول الجزار اللي احنا عايزين لحمه ستيك تتعمل ستيك مشوي. ودي كوبايه خل تفاح، بودره بصل وسكر بني وبابريكا وكمون ومرقه لحمه وكاتشب وبودره ثوم وسكر عادي. هنجيب البوله اللي هنتبل فيها اللحمه. الكميه دي هنقسمها بالنص، نص هنتبل بيها اللحمه ونص هقول لكم هنعمل بيها ايه. معلقتين بودره بصل ومعلقتين بودره ثوم ومعلقه سكر ومعلقه سكر بني، معلقتين كاتشب ومعلقتين كمون وخل التفاح، ده هنقسمه بالنص. ونقلبها كده كويس قوي، وهنحط كمان زيت زيتون وايه وملح وفلفل. بصوا عشان نبقى متفقين، اي تتبيله بنحط عليها زيت زيتون لانها بتدي طعم حلو قوي في الاكل في الاخر. ربع كوباية زيت زيتون ومعلقة ملح ومعلقة فلفل. نقلب المكونات كده مع بعض كويس قوي، ودي هنسيبها ساعة في التلاجة. هنسيبها في التلاجة لحد ما نشوف هنعمل ايه دلوقتي. اتأكد بس ان اللحمة كلها نشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنحتاج بقى هنعمل كور الجبنه لحد ما الستيك يتبل. هنحتاج دقيق وكوبايتين دقيق كبار وثلاث بيضات وسكر وبيكنج باودر، لا مش بيكنج باودر، كربونات صوديوم وزبادي 3 معالق وجبنه قريش وسكر بودره. الاول هنضرب السكر مع البيض. كده تمام. طبعا بعمل بيضة بيضة عشان خايفة لحسن تكون واحدة فيهم بيضة. نجيب السكر قبل ما تتعمل، نحط الحاجة دي كلها مع بعض مع ده سكر البودرة والجبنة والزبادي لسه شوية برضو عليها. نرفعها كده الأكلة دي هتعجبكم، لذيذة، هي حاجة حلوة وخفيفة كده
وعامله زي شبه هتطلع في الاخر شبه الزلابيه كده شويه. نضرب دول وبعدين نحط تاني. نبتدي نحط بقى الزبادي عشان تطريها شوية. بالظبط 3 معالق زبادي. وبعدين نحط الجبنة. لو احتاجت انها عايزة شوية دي نبقى نحط لها. انا كده شايفاها كويسة. نقفل عليها بقى ونشوف الخطوة. خلي بالكوا هي العجينة دي بتلزق قوي، فايه هقلع الخاتم اصلا وهحط على ايدي. هجيب كورة كورة لحد ما تبقى بحجم كورة صغيرة. نحطها في النار بسرعة. فانا اصلا مكورة كور كتير. النار اللي نحطها عليها ما تبقاش حامية قوي، تبقى غزيرة بس مش حامية. عشان لو حامية قوي هتحمر من برة ومش هتستوي من جوه. هنحط كرة كرة كده. ونسيبها براحتها خالص. يلا طلعناها. ايه رأيكم نطلع فاصل عقبال ما الكور الجبنة تستوي ونرجع نشوف هنعمل الستيك ازاي. رجعنا تاني اهو، شفتوا رجعت بقت عامله ازاي. هنحطها بقى كده. شايفين اللون ده؟ احنا ده اللون اللي احنا عايزينه. نحطها الاول بس في كلينكس عشان يمتص كل الزيوت. نشوف هنعمل ايه الخطوة التانية. الطاسة دي انا مسخناها. هنحط عليها شوية زيت. هجيب الستيك اللي انا قعدت ساعة متبلاه هحطه كده. لحمة اصلا بتكشف، هنلاقي مكان نحط دي في الايه. بس كمان شوية هنجيب حلة صغيرة وهنحط فيها بقى كل الحاجات اللي احنا قلنا اصلا
عشان دي اللي هيتحط الصوص في الاخر بتاع الستيك. وبابريكا وكمون وكاتشب بودرة ثوم وسكر وسكر بني والمرقة بتاعتنا هنفتتها، يفضل تبقى مرقة لحمة. ونخلط كده كل المكونات ونسيب الصوص لحد ما يتقل. هنحط زيت زيتون حاجة بسيطة قوي وفلفل وملح، مش هحط ملح عشان حطيت مرقة فهحط فلفل بس. عقبال ما الصوص ده يتقل بتاعنا شوف هنعمل ايه فيه. طبقة بقى في الطبق اللي هعملها يعني حاجة شبه الهرم كده شوية، بس هرم متبطط شوية. نحط السكر، هنكتر شوية بس السكر عشان هي يعني هي حادقة او ما فيهاش خالص، ما حطيناهاش سكر خالص، فعشان ايه يبقى الطعم متعادل. وممكن نحط لها شربات بس كده كفاية. لسه اللحمة شوية، شفتوا اللحمه كشت ازاي؟ هنحط بقى الايه اللي احنا ما كناش لاقيين مكان ليها. نبص على الصوص بتاعنا، احنا لسه ما حطيناهوش ولا زيت الزيتون ولا الفلفل الاسود. زيت الزيتون هو اللي هيتقل الصوص، يعني من غيره الصوص مش هيتقل. اول ما يغلي خلاص كده يبقى هو الصوص كده بقى جاهز. انا حاسه خلاص كده ان اللحمه خلصت، هنجيب لها طبق التقديم بس نقلبها كده اخر تقليبه. نجيب طبق التقديم ونجيب طبق صغير نحط فيه الديبنج. ده الصوص بتاع الستيك. ريحتها اصلا حلوه قوي، ان شاء الله طعمها كمان يبقى حلو.
كده يبقى النهاردة عملنا الستيك المشوي بخل التفاح والصوص بتاعه اهو، وعملنا كور الجبنة بالسكر. يا رب الاكل يبقى لذيذ النهاردة ويعجبكم، وان شاء الله تجربوه بسرعة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.